الرجل له قيمة في الإسلام. فضل الله عز وجل الرجال على النساء بالعموم، جنس الرجال أفضل من جنس النساء بتفضيل الله عز وجل، ونص الله على ذلك. جاء اليهود والنصارى بإسقاط قيمكم أيها الرجال، فجاءوا بدعوة تسمى المساواة بين الجنسين. دعوة المساواة بين الجنسين بين الرجل والمرأة، يعني أنت وهي في مستوى واحد، حقوقك واجباتك مثل المرأة تماما. وهذا ما يقوله إلا مخبول ما عنده عقل. من القيم العظيمة التي أكد عليها الإسلام أن الرجل عظيم، وأن حق الرجل على المرأة عظيم جدا، يصعب على المرأة أن تؤدي حقه إلى الممات، لا تستطيع أن تؤدي حق الزوج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها، لعظم حقه عليها. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام درجة هذه العظمة، فقال: ولو أنه كان قرحة من رأسه إلى قدمه ملئت قيحا وصديدا فلعقته أو نظفته بلسانها ما أدت حقه.